اولا احنا بنشكر طبعا المدينه الشبابيه للاسمرات، وده من الخدمه المجتمعيه للمدينه ان هي بتستقبل النهارده وبتنظم منصه التوظيف، منصه مصر للتوظيف مع وزاره الشباب والرياضه. عندنا اكتر من 31 شركه موجوده النهارده، متوسطات يعني للتوظيف اعداد كتيره، بالرغم ان النهارده يوم يعني بدايه يوم حر كبير، لكن في شباب كتير، ويعني لما سالت كده كان من محافظات مختلفه. ان شاء الله مستمرين مع المنصه باستمرار. المستهدف دايما ودايما القياده السياسيه لما بتواجه ان احنا يعني موضوع التوظيف والنسب البطاله الحمد لله يعني كنترول بالرغم التحديات الكتيره. احنا الشركه بتاعتنا شركه توظيف بتستهدف كل الشباب من اول الجامعه لحد فوق ال 35 سنه. بنقدم لهم كذا وظايف مجال خدمه العملاء، اكونتات بتبقى عربي وانجلش، بيبقى على حسب بقى الاكونت اللي معانا نفسه، على حسب الخبره اللي عنده كده، بنحاول ان احنا نوفر فرصه عمل في يعني في كل المجالات لكل امكانيات. احنا النهارده حضرتك جايين عشان نوفر فرصه عمل للشباب، فاتحينها لاي شباب تحب تشتغل، احنا جايين عشانهم، والتعيين عندي في نفس اليوم، يعني ما فيش عندي ايام مؤجله. يعني حضرتك لو قدم دلوقتي وجايب ورقه معاه بضطر املا له الابلكيشن بتاعه ويتوقع العادي بتاعه وينزل العمل عندي في نفس اليوم. سمعت عن الملتقى على السوشيال ميديا منتشر يعني بطريقه كبيره، لان في كذا مجال هنا او اغلبيه اللي جايين ما عندهمش خلفيه الشركات دي عايزه ايه، او اللي كان مكتوب على السوشيال ميديا مش زي اللي الناس جملقوه. نزل اعلان عن طريق النت فجيت بقدم، ما انا كمان هنا من مقطم، فجيت ان انا اقدم في الانترفيو ده، فبيتيح للي جاي عشان يعمل انترفيو قدامه عرض شركات كتير من والى. شايفه ان في فرص كتير جدا، لان في شركات كتير يعني مشاركه في الملتقى ده، فان شاء الله بالتوفيق للجميع. المفيد ان في فرايتي قدامك، لو في حاجه مثلا انت عندك فيها خبره في مجال معين فهتلاقيها. والله اول موضوع انا عارفه عن طريق السوشيال ميديا، ولقيت فيه اهتمام ان بدل ما اقدر ادور كتير او كده، فكل دي الشركات بتتجمع في مكان واحد. طبعا الموضوع فيه مجهود ويعني من الدوله طبعا، وبشكر سياده الرئيس وبشكر الوزير طبعا على جهوده لينا يعني.